السلام عليكم، مرحبا بالجميع في قناة سامية إيطاليا لتعليم دروس وقت السياق الإيطالية. يعني في إطار إن شاء الله تتمة الدروس، اليوم إن شاء الله سندرس إشارات الضوئية سينيالاتسيوني سيمافوريكي. سيمافور بير فيكولي، يعني هذه الإشارة الضوئية اللي كتكون مخططة للعربات. Esistono tanti tipi di semaforo, يعني توجد أنواع عديدة من الإشارات الضوئية. Ma quando si parla di semaforo, يعني عندما نتكلم عن الإشارة, il primo che viene in mente, يعني أول حاجة تأتي إلى الذهن ديالنا, è sicuramente il semaforo per veicoli, يعني هذه الإشارة الضوئية المخصصة للعربات, visibili nella foto in alto, يعني هذا اللي شنقبل, هذه الإشارة يعني الضوئية اللي كتكون مخصصة للعربات. In ogni caso si tratta di una lanterna semaforica costituita da tre luci. يعني هي واحد لاترنا واحد مصباح، يعني إشارة ضوئية اللي مكونة من ثلاثة أضواء، una verde una gialla una rossa، يعني واحدة خضراء صفراء وحمراء. Luci che possono essere disposte sia in verticale che in orizzontale، يعني هاد الأضواء ممكن نوجدوها يعني سواء يعني عمودية verticale أو لا أفقية. السيرفي دي نورما، زعما الهدف منها أرجولار الباساجو دي فيكولي إن أون كروتشو، يعني الهدف من هاد الإشارات الضوئية أنها تنظم حركة المرور يعني في واحد الملتقى ديال الطرق. Ognuna delle luci si accende solo quando le altre due sono spente. يعني كل إشارة يعني ضوئية يعني تكون مش يعني كتكون الضوء عندنا مشتعل حينما يكون الآخرين يعني منطفئين. E servono a dare delle precise istruzioni al conducente del veicolo، يعني كيعطي واحد تعليمات يعني خاصة بالنسبة للسائق. Ma vediamo le insieme، غادي نشوفو ان شاء الله اجمعين. Luce rossa del semaforo، يعني الضوء الاحمر ديال السيمافور اللي تيكون على هذا الشكل هذا، يعني كما كنلاحظو ملي تيكون الضوء الاحمر مشتعل يعني الاصفر والاخضر تيكونوا منطفئين. In presenza della luce semaforica rossa, infatti i veicoli devono arrestarsi prima della striscia traversale d'arresto. يعني من تكون عندنا الضوء الأحمر مشتعل، فالعربات كتوجب عليها توقف قبل داك الخط العريض اللي شنا في سينيالي أوريزونتالي، هذيك الستريتشا ترافيرسالي داريستو، يتوقفوا قبل منها. Striscia che non devono la striscia che non deve essere superata، يعني داك الخط العريض مخصوص يتجاوز durante tutto il periodo di accensione della luce rossa، يعني هذيك لا ستريتشا ما خصناش نفوتوها ملي تيكون الضوء الاحمر مشتعل. Nel semaforo la luce rossa può essere di dimensioni più grandi delle altre، يعني هذاك ممكن نلقاو يعني الديمونسيون يعني الكبوريه ديال هذاك الضوء الاحمر تيكون اكبر من 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 يعني من يعني الديمونسيون هما القياسات ديالو، تيكون اكبر من الاخضر او الاصفر. Più più grandi delle altre nei semafori sistemati in verticale، بالنسبة يعني السيمافور الإشارات الضوئية اللي كتكون يعني عمودية لوتشي روسا سي تروفا إن ألتو عفوا، يعني بالنسبة للإشارات الضوئية اللي كتكون عمودية سو يعني هكذا اللي كتكون عمودية، يعني ديك الإشارة الحمراء كتكون في الأعلى. Mentre in quelle poste in orizzontali، بالنسبة للإشارات الضوئية اللي كتكون يعني أفقية على هذا الشكل هذا أفقية، si trova a sinistra، يعني الإشارة الحمراء كتكون a sinistra، يعني بحال هذا سيمافو verticale، يعني الضوء تيكون في الالتو. هنا دابا لوتشي فيردي ديال السيمافور، يعني ملي كيكون لوتشي فيردي ملي كيكون واحد الضوء اخضر. Quando è accesa la luce verde del semaforo، يعني ملي كيكون الضوء الاخضر مشتعل، è possibile proseguire diritto oppure svoltare a destra lasciando passare prima i pedoni che attraversano la strada traversale، يعني ملي كتكون
الضوء الاخضر مشتعل ممكن ان نمشيو للامام، او ليلى بغينا نصطادو الجهة اليمين لاشاندو يعني نخليو باستا نخليو راجين ابدا ولا تحقق الاسبقية انهم امروا. وانكوز فولتاري السينيسترا، او ليلى بغينا نصطادو الجهة اليسار dando però la precedenza ai veicoli che arrivano di fronte، يعني لبغينا نستادو الجهة اليسار أكيد كنعطيو حق الأسبقية للعربات اللي جاية من الأمام ديالنا dal senso opposto. لوتشي جالا في السا ملي تيكون عندنا الضوء الأصفر يعني في السو. La luce gialla fissa si accende quando il verde e il rosso sono spenti، يعني هذا الضوء الأصفر يعني الفيسو يعني ضوء أصفر شاعل ماشي كيطفي وكيشعل فيسو، يشتعي عندما يعني أو يضيء، ليس يشتعي يضيء عفوا، يضيء عندما يعني الضوء الأخضر والأحمر يكونوا يعني منطفئين. أوسيا أبينا تسبنجي الفيردي إبريما كيسي أتشيندا إلونسو، أو فوقس يعني هذاك الضوء الأصفر يعني يضيء حينما يعني ينطفئ الأخضر يضيء هو وقبل ما يشتعل لنا الضوء الاحمر. اوبليغا اشنو كيقول لنا هذا الضوء؟ هذا اوبليغا يعني كوجب علينا افيرماسي بريما ديال بونتو ديال ريستو، يعني ملي كنشوفو الضوء لا لوتشي جالا فيستا ملي كنشوفو الضوء الاصفر خصنا نتوقفو قبل هذيك لا لينيا ترافيرسالي بوكي لو سي بوسا فاري سينسا كرياري بيريكولو، لان نقدرو نتوقفو بدون ما نديرو يعني واحد بلا ما نخلقو واحد الخطر. L'attraversamento di incrocio è consentito solo se lo si è già impegnato، يعني شعلت الضوء الاصفر ولكن تفتي ديك لا هذيك لا لينيا ترافيرسالي، يعني فتي فديك الساعه عندك الحق انك تكمل وتخوي الانكروتشو، يعني تخوي التقاطع صافي تمشي مادام فتي الضوء الاصفر فسير كمل. ولكن من الاحسن يفضل ملي كنشوفو الضوء الاصفر اننا نتوقفو عند لا لينيا ترافيرسالي، يعني عندك الخط العائد. Ma è anche possibile trovare la luce gialla lampeggiante، ولكن ايضا ممكن ان نلقاو الضوء الاصفر يعني lampeggiante الذي يشتعل وينطفئ quando le altre sono spente، حينما يعني يكون الضوء الاخضر والاحمر يعني كيكونوا منطفئين تلقاو la luce gialla يعني الضوء الاصفر يشتعل وينطفئ. ماذا يعني هذا؟ شو عندك؟ semplicemente un semaforo spento o gausto، هذا يعني ان داك السيمافور اما منطفئ او لا يعني ماشي خدام خاصه gausto. Quindi necessario impegnare l'incrocio con prudenza، اذا خصنا يعني ملي كيكون الضوء لامبيجانتي خصنا نقطعوا يعني ندخلوا للتقاطع بواحد الحذر، داندو لا بريسيدنسا اي فيكولي بروفينينتي دا ديسترا، يعني ندوزو داك التقاطع دائما كنعطيو حق الاسبقيه للجهه اليمين، يعني ملي كتكون لا لوتشي جالا لامبيجانتي كتفعل القاعده ديال اليمين في التقاطعات، يعني ملي من هو اللي يدوز. Casi in cui consentito il passaggio، يعني الحالات اللي تيكون فيها مسموح بها الباساجو in presenza del semaforo per veicoli. Quindi ricapitolando يعني اللخصو، se si incontra un semaforo per veicoli consentito il passaggio، يعني ملي كنلقاو هاد الاشاره الضوئيه المخططه للعربات كيكون مسموح بالمرور سي اتشيستا لا لوتشي فيردي، طبعا سي اتشيندي لا لوتشي جالا فيستا سولو سي نون تشي سي بو اريستار ان كونديزيوني دي سيكوريتا بريما دي انكوتشو، يعني كيسمح لينا بالمرور الا كانت الضوء اخضر او الا كانت داك الضوء الاصفر يعني الثابت مش يعني مضيء شاعل، ممكن ندوزو التقاطع يعني لما قدرناش نتوقفو في واحد الظروف اللي هي سالمه قبل لينكوتشو، يعني حنا صافي يعني دخلنا لينكوتشو فديك الساعه مسموح لينا ان نتجاوزو التقاطع. اتشيسا لا لوتشي جالا لامبيجانتي، يعني ملي كيكون الضوء الاصفر يعني الذي يشتعل وينطفئ مشتعل ديك الساعه ايضا يسمح لنا ب يعني ب
يعني بالمواضيع او يعني باش ندوزو داك التقاطع بيو اوزاندو لا ماسيما بودنسا، يعني ندير واحد الحاضه نتابعو مزيان اي موديراندو لا فيلوتشيتا. وطبعا نقصو السرعه، وفي هذه الحاله قلنا يعني كتطبق قاعده اليمين، واليمين يدوز. اولا في حاله ماي سبينتو، يعني هذاك السيمافور الاشاره الضوئيه هي اصلا منطفئه كامله، اوكوي غاوستو او لا يعني غير مشتغل، يعني تهدفه او خاصه كما كنقولوا حنا بالدارجه ديالتنا. اوزاندو بيرو لا ماسيما بودينتا، طبعا باستعمال الحذر دائما. هادو كيتسموا هاد الانواع ديال هاد الانواع ديال الاشارات الضوئيه تسمى بسيمافوري دي كورسيا. سيمافوري دي كورسيا يعني اشاره ضوئيه مخصصه للمسار، تيكون الشكل ديالها على هاد الطريقه هادي. تشاسكونو دي سيمافوري دي كورسيا ريغولا لا تشيكولاسيوني، يعني اي هاد اشاره ضوئيه مخصصه للمسار، يعني كتنظم لنا الحركه ديال المرور ليميتامينتي على ديريكسيون انديكاتا، يعني كتنظم حركه المرور الخاصه بهذاك المسار. على ديريكسيون انديكاتا دالا فريتشا اي ريغواردا كويندي فيكولي، يعني كتخص اذا العربات كي ديفولو بروسيغوير ان لا ديريكسيون، كتخص العربات يعني اللي غاديين في هذاك المسار. ديريكسيون دالا فريتشا ستيسا كل فريتشا وسطا اتشيسا، يعني الا كان داك السهم ديال اللي كيخص داك المسار حنا اللي فيه، الا كان السهم يعني احمر امبوني لا ريستو، يعني كيوجب امبوني يوجب عليك بحال اوبليغا امبوني لا ريستو دي فيكولي ديريتي نيل سينسو ديال لا فريتشا، يعني كيوجب الوقوف بالنسبه للعربات اللي متجهين في هذاك المسار ديال هذاك السهم. كون فريتشا فيردي اتشيسا، الا كانت هذاك السهم الاخضر يعني مضيء، كونسينتي دي بوسيغويني لا ديريكسيوني ديال لا فريتشا، يعني يسمح لك بالمرور. كون فريتشا جالا فيسا اتشيسا امبوني دي فيرماسي ان كونديسيوني دي سكوريتا او دي سغومبراري ميدياتامنتي لانكوتشو سي جا انفينياتو، يعني نفس الشيء بالنسبه للسيمافور ديال الفيكول، حتى هذا بالنسبه ديال لي فريتشي. الا كان حتى هنا الضوء يعني اصفر ثابت، فكيقول لنا اننا خصنا نتوقفوا يعني في ظروف امنه قبل هذاك الخط هذيك الستريتشا تاع فينسالي، او ليلا كنا فتنا ديك لاستريتشا يعني سكومبراري ايميدياتامين ديال الكوتشو، يعني كتعني اننا نخويو ولا ليبراري يعني نخويو هذاك الكوتشو بسرعه. الا كنا جا دخلنا الكوتشو فخصنا نخويو. كون فريتشا جالا لامبيجانتي، يعني الا كانت الاشاره ديال السهم واحد اللون اصفر يعني يشتعل ويطفئ وينطفئ، سيبو اترافيرسا وينكوتشو ما كون بارتيكولاري بودنسا، يعني ممكن اننا ندوزو داك التقاطع ولكن طبعا بحذر. هاد النوع ديال لي سيمافور او ديال الاشارات الضوئيه تيكيامانو سيمافور بير فيكولي دي ترانسبورتو بوبليكو، هذا كيخص بالنسبه يعني الترانسبورتو بوبليكو، يعني بالنسبه للنقل العام، طوبيسات البوس الكيرانات، هذا هما كيخصهم هاد كتخصهم هاد العلامه او هاد الاشاره الضوئيه. السيمافور بير فيكولي دي ترانسبورتو بوبليكو، هاد العلامه الضوئيه المخصصه للنقل العام فيزيبل ان التو، اي اون سيمافور بير فيكولي ان سيرفيسيو دي لينيا بير ترانسبورتو دي بيرسوني، هو واحد الاشاره ضوئيه مخصصه للخدمات يعني ديال النقل العام، مخصصه النقل العام ديال الاشخاص كومي بحال اوتوبوس ترام اي تاكسي. questo semaforo può avere la luce bianca orizzontale accesa، ممكن يكون عنده داك الضوء الابيض هذاك الخط الابيض يعني اوريزونتالي لي افقي مشتعل، لا لوتشي بيانكا فيرتيكالي اتشيسا، ممكن يكون عنده داك اللون الابيض العمودي يعني مشتعل، او بوي لا لوتشا تريانغولاري جالا اتشيسا، او لا الضوء المثلثي يعني يكون يعني اللون ديالو اصفر يعني مضيء. حنا غنعرفو كل حاله.
Se accesta la barra bianca in alto, il che si modi a هذيك la barra, هذيك la barra, يعني هذاك الخط الابيض اللي في الاعلى, ossia quella orizzontale o هذاك يعني اللي هو افقي, impone l'arresto. هذا الشيء يقول الناس اللي هو هذا, إذا كان هذا اللي يعني هذا اوريزونتالي, إذا كان هو اللي مشتعل فهذا تيقول لنا حنا نوقفو, يعني بحال لوتشي روسا. Impone l'arresto ai veicoli in servizio di linea per trasporto di persone, يعني كيوجب على العربات المخصصة لنقل الناس, يعني النقل العام, كتوجب عليهم أنهم يتوقفوا بحال قلنا, يعني الضوء الأحمر بالنسبة لهم. Se invece accesta la barra bianca in basso, هذيك اللي verticale, يعني ذاك الخط الأبيض العمودي اللي في الأسفل, هذا consente ai veicoli di trasporto pubblico di proseguire, يعني هذا الخط هذا الأبيض إلا كان عندهم مشتعل لهذا أفقي أو مضيء, هذا بحال نقولوا الضوء الأخضر بالنسبة للنقل العام, يعني كيسمح لهم بالمرور. Mentre si accesta la luce triangolare gialla, وإلا كانت يعني هذيك لا لوتشي, يعني ذاك المثلث الأصفر هو اللي شاعل, أوصية كويلا الشينترو إنديكا بريافيزو دي أرستو, يعني هذاك كيعلمنا بأننا خصنا نوقفو بحال نقولو هو الضوء الأصفر, لا لوتشي جالا فيتا, فوكي ستا بير أتشيدنسي لا بارا بيانكا إن ألتو, يعني إلاش علينا المثلث فهو بحال الضوء الأصفر, تيقول لنا خصنا نتوقفو يعني في أمان أو لا ندوزو إلا كنا فتنا يعني التقاطع ندوزو نخويو, لأنك تعلمنا بأن غادي يشعل هداك لا بارا إن ألتو, وصية كويلا هوريزونتالي. إذا اللي خصنا نفهمو, إلا كان شعل هاد لا لوتشي بالنسبة للترانسبورت وبليكو, هادي كتعني عندهم هما لا لوتشي وسط, هنا خصهم يوقفو. كان شعل هذا إن باس وهذا الفيرتيكالي, فهذا كيعني ليهم هما لا لوتشي فيرد, يعني الضوء الأخضر أنهم كيسمح لهم مرور. وإلا كان شعل هذا المثلث هذا فهو بحال لا لوتشي جالا فيستا, اللي كتعني فريافيزو, كتعلمهم بالوقوف إلا ما كانوش يعني دخلوا التقاطر. هذا سيمافور بيبيدوني, يعني واحد الإشارة ضوئية اللي كتخص الراجلين, تيكون الشكل ديالها بحال هكا. Questo semaforo regola il passaggio dei pedoni nelle incroci, يعني هاد الإشارة الضوئية تنظم يعني المرور ديال الراجلين في التقاطعات. Quindi con luce verde accesa, يعني إذا كان الضوء أخضر permette ai pedoni di attraversare, يعني طبعا إذا كان الضوء أخضر فكنقدروا ندوزو حنا البيدوني. Con luce gialla fissa accesa, impone ai pedoni che hanno già occupato il traversamento pedonale di liberarlo rapidamente, يعني كتوجب على الراجلين اللي جا يعني دخلوا في الطريق انهم يخويو, يعني يحاولوا يسدوا بسرعه باش يخويو هذاك لا ترافيرسامينتو بيدونالي. mentre con luce rossa accesa, il canto يعني ديال الراجلين احمر, impone ai pedoni di non attraversare, يعني اشاره ضوئيه حمراء هي توقف. هذا سيمافور كيخص يعني الدراجات الهوائيه, سيمافور بي كونديشيانتي دي بيتشيكليتي, يعني هذا كيخص الدراجات الهوائيه لي بيتشيكليتي. سيمافور ريزيرفاتو اسكلوزيفامينتي اي كونديشينتي دي بيتشيكليتي, هذا واحد الاشاره ضوئيه مخصصه طبعا فقط لصاحب يعني السائقي الدراجات الهوائيه. اي سي تروفا لو شيتا دي اون بيستا تشيكلابي, اللي كنلقاوها يعني في الخرجه من واحد لا بيستا, واحد الممر ديال الدراجات الهوائيه. بي ريغولاري لا ترافيرسامينتو ديال لا سترادا, يعني كتنظم ليهم يعني المرور ديال الطريق. Quindi con la luce verde accesa consente soltanto ai conducenti di biciclette di attraversare l'incrocio, يعني اللي كانت عندهم تا هما ايضا شافوا يعني ذاك الضوء اخضر اللي مرسوم فيه السيكالا, يعني اخضر, فهذا كيسمح لهم بالمرور ديال يتجاوزوا ذاك التقاطع. كولا لوتشي جالا فيستا اتشيستا, الا كان هذاك الضوء الاصفر يعني ثابت, يتوجب عليهم impone ai conducenti di biciclette di liberare velocemente l'incrocio, انهم كيوجب عليهم بانهم يحويو يعني بسرعه ذاك التقاطع.
lo hanno già impignato, yani le hanno già trottato. Mentre con la luce rossa, yani la logica, pensate a tutti i luci, la logica. Mentre se con la luce rossa c'è sta, le canto ahma, e impone l'arresto alle biciclette, yani che usciamo al luogo. هذا كيتسمى صنع قلوع يعني واحد التسميات عفوا هذا كيتسمى سيمافو دي كوسي ريفيرسيبل ريفيرسيبل يعني واحد المسارات اللي هي كتكون يعني كتدي وكتجيب يعني هاد الانواع هادو ديال هي نفس الطريق ولكن بحال مثلا الا كان هنا عندك احمر فما ما تقدرش تدوز من هنايا يقدر يكون جاي فيها في الاتجاه المقابل ريفيرسيبل سيمافور دي كوسي ريفيرسيبل في اللغة العربية يعني كاتبين هنايا أضواء تحويل من خط إلى آخر Questo semaforo, هاد الإشارة الضوئية, è posto su una carreggiata con almeno tre corsie, يعني هاد الأنواع ديال السيمافور تيكونوا محطوطين يعني في واحد الطريق اللي كتكون عندها على الأقل ثلاثة مسارات يكون كون المينو يعني على الاقل ثلاث مسارات او اكثر تيكون هذا النوع ديال السيمافور ديال الاشارات الضوئيه يكون سينتي دي امبينياري لا كورسيا انديكاتا ديال دالا فلوتشي فيردي مينتري نو كونسينتي دي كوفاري لا كورسيا انديكاتا كون لوتشي روسا دي فورما اكس يعني كتسمح لينا يعني نمشيو في لا كورسيا اللي كيكون عندها داك الخط الاخضر يعني اخضر داك السهم الاخضر وطبعا كتمنع علينا يعني نمشيو في المسار اللي تيكون عنده داك العلامه الحمراء اللي الشكل ديالها بحال اكس كون فريتشا جالا لامبي جانتي الا كان داك الضوء الاصفر يعني اللي كيشعلو كيطفي فهذا انفيتشي بوني الكونديشينتي دي ابونداريك ابوندوناري يعني انه يتخلى على كويلا كورسيا انه يتخلى على داك المسار ed è spostata in quella indicata dalla freccia يعني انه تخلى على المسار ويتبع يعني هذاك السهم الموجه اللي كيديه المسار اللي كتوجهو به داك هذاك السهم lo troviamo all'accesso ai varchi di stazioni autostradali di controllo al di pedaggio caselli يعني هاد العلامات يعني هاد العلامات ديال الاشارات الضوئيه هاد لي سميتهم سيمافور دي كوسي ريفيرسيبلي يعني كنلقاوهم يعني بالنسبة يعني مي كنبغيو نخلصو لي أوتو ستادي لوتشي جالا لامبيجانتي e لوتشي روسي لامبيجانتي يعني هاد الانواع ديال لوتشي اللي تلقاوهم دائما صفرين لوتشي جالي لامبيجانتي ولوتشي روسي لامبيجانتي لا لوتشي تشيركولاري جالا لامبيجانتي تيبو ا يعني هاد العلامة اللي هي دائرية صفراء نوع ا e un segnale di pericolo generico è posto in punti pericolosi della strada هو واحد العلامة ديال خطر عام وكتكون موضوعة في بعض النقاط اللي كتكون خطيرة ديال الطريق pertanto invita a moderare la velocità e a procedere con particolare prudenza يعني مي كنشوفو ديك الدائرة الصفراء اللي هو عبارة يعني مشتعلة يعني لامبيجانتي يعني كتشعلو كتطفى هذيك الدائرة يعني هو واحد العلامة ديال الخطر يعني عامة وكتكون موضوعة يعني في بعض النقط اللي كتكون يعني خطيرة ديال الطريق واشنو كتقول لينا يعني كتقول لينا نقصوا السرعة ونمشيو بواحد الحذر لا لوتشي جالا لامبيجانتي ديال تيبو بي يعني هذه ديال تيبو بي ان فيغورا اي افيانكاتا سيمافور فيكولاري اي انديكا كي نيلو سفولتاري ا ديسترا
I veicoli devono dare la precedenza ai pedoni. Inqina veicoli veicolare, yani hadi shufu. Va bene. Hadu huma li semafor veicolare. تنلقاو حداهم يعني ثم كتكون حداهم هذيك لا لوتشي تيبو بي كتكون افيان كارتا يعني ملي كيكون هاد تيبو بي هذا لوتشي ديال لا بي جاتي تيبو بي ان فيغور افيان كارتا السيمو خاو فيكولا اللي قلنا دابا نيشنا انديكا كاين لو سفولتاري ا ديسترا. I veicoli devono dare la precedenza ai pedoni. Yani كتقول بالنسبه للناس اللي تكون عندهم السيمافور فيكول خاص بالعربات الا كانت حدا هذيك يعني هذيك العلامات تيكو في ديال الراجلين باللون اصفر يعني كتشعلوا كتطفى بان الى صدرت الجهه اليمين خصك تعطي حق الاسبقيه للراجلين يعني كتاكيد و يعني باش يشدوا الانتباه ديال السائق لان ملي كتصادر الجهه اليمين غادي تلقى طابي سامي توبيدونالي فرض البال كتكون لابي جانتي باش ترد البال باش تعطي حق الاسبقيه للراجلين عندما تصطدر الى جهه اليمين. انكي لا لوتشي جالا لامبي جانتي ديال تيبو سي يعني هادي حتى هي نفس الشيء كتكون افيان كارتا يعني كتكون بالقبل سيمافور فيكولاري يعني السيمافور فيكولاري هو اشاره المرور المخصصه اشاره الضوئيه المخصصه للعربات. Ma quest'ultima indica che svoltando a destra i veicoli devono dare la precedenza ai veicoli alle biciclette. يعني هاد العلامة ديال تيبو سي اللي ديال البيسيكليت اللي كتكون نافيجانتي صفراء الا كانت حدا واحد الاشارة ضوئية مخصصة للعربات اللي شفنا في الاول فكتقول يعني السائقين عفوا كتقول يعني السائقين عندما يصطدرون الى جهة اليمين يجب عليهم اعطاء حق الاسبقية للدراجات الهوائية. بالنسبه لي لوتشي روسي لامبيجانتي هادو هاد لي لوتشي هادو visibili nella foto in alto a destra si possono trovare in vicinanza di passaggi a livello senza barriere o con semi barriere. هادو كنلقاوهم يعني بالقرب من passaggio a livello senza barriere o con semi barriere بالنسبه لي كنقربوا السكه ديال القطار سواء كانت في حاجز او بدون حاجز. على تشيسو دي اون بونتيلي دي مباكو ملي كنقابو واحد يعني واحد القنطرة اللي كتكون متحركة على تشيسو دي اون بونتيلي دي مباكو دي نافي تراغيتو. على تشيسو دي اون بونتي موبيلي يعني قنطرة متحركة او لم واحد نقابو واحد البونتيلي واحد القنطرة اللي يعني كتحل وكتسد بالنسبة باش كيدوزو يعني هادوك الباطويات الكبار او لواحد القنطرة متحركة. E si accesso e si sono accessi يعني لكانوا دوك الاضواء مشتعلين هذوك الاضواء الحمراء اللي يعني لامبيجانتي تشتعل وتنطفئ فيتانو الباساجو دي فيكولي بيدوني يعني تيمنعوا المرور ديال العربات والراجلين. Questi luci sono integrate a un dispositivo di segnalazione acustica. Ma ci credo gli segnali di alpeo, quello per il passaggio a livelli, perché il caumendo, le luci rosse, ma una segnalazione acustica, yani واحد الإشارة, yani صوتية أيضا. E di norma sono situati sul lato destro della strada, tipo yani il jihad al-yamin. Nello specifico nei passaggi a livello senza barriere, يعني بالخصوص بالنسبة يعني passaggi a livello senza barriere اللي تكون بدون حاجز e con semi barriere le luci lampeggianti si accendono لحقاش دوك الإشارات الضوئية يعني كتكون جوج كتكون senza barriere ولا semi barriere يعني هذوك الاشارات الضوئيه لامبيجانتي سي اتشيندونو يعني سي اتشيندونو لحقاش عارفين بان في باساجو اليزيلو اللي تيكون عنده باغيير كامله باغيير كامله في
تيسنياتي كل كاينه بان كتكون عندهم غير الوتشي او صافيتا وحده. اما اذا كان سيمي باريري ولا سينتا باريري كنلقاو يعني هاد التيبو ديال لي تشي جوج ديال الاضواء حمراء هادشي قلتوه لي سينيالي ديال فيريكولو. يعني si accendono هذوك الاضواء بجوج alternativamente per segnalare l'arrivo dai treni entrando in funzione poco prima dell'arrivo del treno e rimanendo accese fino alla fine del suo passaggio. يعني هذوك الاضواء يعني كتبدا تشعل كتشعل وتنطفي يعني قبل شويه ما يجي التران وكيبقاو يعني حتى كي يكمل المسار ديالو القطار. Nel caso dei passaggi a livello con semi barriere, بالنسبة للحالة ديال passaggio a livello con mezzo حاجز, le luci si accendono subito prima dell'inizio dell'abbassamento. يعني هما هذوك الأضواء كتشتعل بسرعة قبل أيضا من يعني هبوط هذاك قبل ما يهبط هذاك النصف ديال الحاجز. E quindi avvicinandosi ad un passaggio a livello, mica قبل واحد passaggio a livello con luci o si lampeggianti alternativamente e semi barriera ancora alzata. يعني كنلقاو واحد الباساجو ا ليفيلو اللي تيكونوا فيه دوك الاضواء يعني تيشعلوا تيطفيو alternativement يعني يعني بجوج كيشعل واحد ويطفي واحد. ف وهذيك لا سيمي باريير يعني هذيك النص ديال الحاجز باقي طالعه اوكوري بريديسبوسي على ريستو يعني كتوجب علينا اننا نوقفو per potersi fermare sulla linea d'arresto, يعني باش نوقفو قبل هذيك لا لينيا d'arresto. Inutile dire che è assolutamente pericoloso, nonché evitatissimo accelerare per attraversare prima che si abbassa le semi barriere. يعني ما نقولوش مي كنشوفو يلا باقي هذوك الاضواء شاعلين وباقا هذيك لا سيمي بارير ما هبطاتش اننا غنستافيو ونقدرو يعني ندوزو. هذا شيء اللي هو ممنوع. هذوك يتسماو سيمافور دي اوندا فيردي. سيمافور دي اوندا فيردي. Il semaforo di onda verde visibile in alto, يعني ليش no, semaforo di onda verde, consiglia la velocità da mantenere per trovare la luce verde al semaforo successivo. يعني كنصحنا بواحد السرعة اللي خصنا نمشيو بها باش من بعد نلقاو في السيمافور المقبل نلقاوه أنه يكون أخضر. Quindi il semaforo di onda verde si trova su strade con più incroci. يعني هاد النوع ديال الاشارات الضوئيه ديال اوندا يعني موجه اوندا هي موجه اوندا فيردي تلقاوه يعني في الطرق اللي كيكون فيها بزاف ديال التقاطعات dove vi sono semafori sincronizzati temporizzati. يعني واحد كيكون توجد واحد الانواع ديال الاشارات الضوئيه اللي يعني sincronizzati كيكون يعني متصلة فيما بعضيتها come si avviene come avviene per la maggior parte dei semafori delle tre luci del semaforo di onda verde se ne accendi soltanto una حتى بالنسبة للسيمافور verde يعني هما تيقول كذلك السيمافور verde كنصحك بواحد السرعة إلى مشيتي فيها يعني غادي تلقى إلى تبعتي هذيك السرعة لأن كيكون كونتاكت بين السيمافور هذه هي كتعني سينكونازاتي غادي تلقى الضوء الأخضر وهاد السيمافور دي أوندا كنلقاو يعني ملي كيكون عندنا بزاف ديال التقاطعات فواحد الطريق اللي كيكون فيها بيو إنكوتشي وقلنا ديال لي تريلوتشي ديال اوندا فيردي تنشندي او سولتانتو اونو يعني كتشعل واحد 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 كيتشعل واحد من تري لانتري سولو سبينتي يعني كيشتعل واحد بحال مثلا هنا شعل 40 يعني هادي هي السرعة اللي منصوح بها باش نلقى الضوء الاخضر والاخرين تيكونو منطفئين. وبهذا كنكونو سالينا السينيالي ديال السيمافورو. نتمنى ان شاء الله يعني تستافدوا من هذا الدرس هذا ان شاء الله. الفيديو المقبل غادي يكون عن ان شاء الله عن السينيالاسيوني ديال الاجينتي ديال الترافيكو يعني اشارات ديال الرجل ديال المرور. نتمنى ان شاء الله تستافدوا مع هذا الدرس هذا اللي درنا اليوم ان شاء الله ويفيدكم
وطبعا ما تنساوش يعني ديو اعجاب ولايك للقناه وتنضموا للقناه، ولما لا يعني تشاركوا هذه القناه هذه مع الناس اللي كتعرفوا يعني، باش ان شاء الله تعم الاستفاده. وبالتوفيق للجميع، نتمنى ان شاء الله يعني ديو لايك للقناه يعني باش نعرف ان عجبتكم وعجبكم الدرس، وبالتوفيق للجميع وشكرا.